السيولة، أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. يبدأ الطيب مصطفى زاويته بالقول: وأخيرا وبعد أن بلغ السيل الزبا، وبعد أن شعر بأن الأرض تهتز تحت أقدامه، يتحرك اتحاد الغرف التجارية لإيداع أموال عضويته في المصارف رغم التأخير غير المبرر، فإني لن أقول لهم غير كتر خيركم، فأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. يضيف الكاتب أيضا في هذا المقال لأصحاب المال أن مشكلة السيولة هي أم المعارك، ذلك أنه لا شيء أغضب المواطنين ونرفزهم وهيأهم للانفجار أكبر منها، فقد كان الخطأ الأكبر بل الظلم الكبير الذي لم يسبق أن حدث طوال تاريخ السودان من الاستقلال أن يحرم الناس وفقيرهم وغنيهم من أموالهم المودعة، لدرجة أن يقف العامل والموظف الصغير بل رجل الأعمال الفاحش الثراء أمام البنوك الأيام ذات العدد لكي يحصل على 1000 جنيه وأقل من ذلك. يتابع طيب مصطفى في هذه الزاوية بالقول: أخطر ما في مشكلة حرمان الناس من أموالهم المودعة في البنوك ارتداداتها الربوية المخيفة التي أكاد أن أجزم أنها هي التي سجبت لعنة الاحتجاجات والتظاهرات والحرائق المدمرة التي أفقدت مجتمعنا الأمن والأمان الذي طالما تباهينا به وتفاخرنا على بقية الشعوب في محيطنا الملتهب. وهل أخطر من نذر الحرب التي توعد الله بها المرابين؟ يمضي الطيب أيضا في هذه الزاوية بالقول: لقد أدت مشكلة السيولة إلى تناقص أموال الفقراء على قلتها جراء التضخم وتناقص سعر العمرة الوطنية، وأصبح الكاش الحاضر النادر العزيز سلعة تباع بالشيك الآجل الحقير، وذلك ما استجلب شيطان الربا مقطورا خلف الظلم الذي انتقص من أموال الناس، فضلا عن الظلم الآخر الناشئ عن فقدان العملة المودعة لقيمتها جراء تناقص قوتها الشرائية بفعل التضخم. يختتم الطيب مصطفى هذه الزاوية بالقول: إنني لأدعو الرئيس ورئيس الوزراء بالتعجيل بحل مشكلة السيولة، وليستعن بتميم الخير في قطر الخير بعد أن مد يده إلينا وفتح قلبه وأعلن جاهزيته للوقوف معنا، فهل لا تحركنا نحوه قبل فوات الأوان؟